أعزائي المشاهدين، مشاهدين قناة مصر التعليمية، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم مدرسة أونلاين. اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن التطبيقات التكنولوجية واستخداماتها في المجالات المختلفة، وخصينا بالذكر استخداماتها في مجال التعليم، وشفنا ازاي إن التطبيقات التكنولوجية أثرت على الطالب والمعلم والبيئة التعليمية ككل. وشفنا إزاي إحنا جه علينا وقت من الأوقات كان لازم إن إحنا نلاقي بديل للمدرسة وبديل للقاء الطالب بالمعلم، لأن إحنا طبعا شفنا إن انتشرت في فترة من الأوقات الأوبئة والأمراض، فأحالت دون إتمام العملية التعليمية بجميع أركانها على أكمل وجه. وقلنا إن إحنا ما نقدرش نستغنى عن المعلم ولا عن لقائه بالطالب في المدرسة، ولكن استخدمنا التكنولوجيا كوسيلة مساعدة في وقت استحالة ان تتم العملية التعليمية بالصورة الطبيعية بتاعتها اللي احنا عارفينها وتعودنا عليها، واحنا اصلا نشأنا عليها في ذهابنا الى المدرسة ولقائنا بالمعلم وممارسة الانشطة، مختلف الانشطة في المدرسة. اتكلمنا على ان التكنولوجيا كمان غزت جميع المجالات، وخصينا بالذكر المجال الزراعي. ليه خصينا المجال الزراعي؟ لان طبعا مع زيادة الرقعة السكانية الكبيرة وتزايد اعداد البشر كان لابد من تغطية غذائية واستهلاكية لهذا العدد الكبير، فلو فضل المجال الزراعي معتمد على الادوات البدائية في الزراعة كنا مش هنشوف الوفرة اللي حصلت في الانتاج الزراعي باستخدام الميكنة الزراعية الحديثة والوسائل التكنولوجية الحديثة. قلنا كمان برغم ان احنا عددنا واستفدنا من التكنولوجيا في مجالات عديدة جدا، الا ان ده ما يمنعش ان احنا ظهر لنا بعض الاثار السلبية لاستخدام التكنولوجيا في جميع المجالات. ولكن علشان نتفادى هذه الآثار السلبية لازم يكون في نوع من الوسطية ونوع من التحكم في استخدام التكنولوجيا. ايه الوقت اللي استخدم فيه التكنولوجيا بنسبة 100%، وما ينفعش ان انا استخدم شيء اخر لطبيعة الظروف اللي حكمت استخدام التكنولوجيا، وامتى ان انا لا ده انا لازم استخدم العنصر البشري في هذا المجال، لا لازم انا امشي الاتنين مع بعض، امشي التكنولوجيا مع استخدام العنصر البشري، بحيث ان انا كمستخدم انا اللي اتحكم في التكنولوجيا وما سيبش التكنولوجيا هي اللي تتحكم فيا وتدير حياتي كلها. لا، انا المستخدم اللي عارف امتى احتاج استخدم التكنولوجيا وامتى اقول لا خلي التكنولوجيا هنا جانبا ونبتدي نشوف العنصر البشري ونتعامل مع العنصر البشري. بعد كده هننتقل النهاردة وهنخص في مجال التكنولوجيا اللي هنتكلم فيه المجال التعليمي، لان هو ده المجال اللي احنا بنتعامل بيه يوميا وبنتعامل فيه باستمرار. النهاردة هنتكلم عن تطبيقات المكتبية لبرامج مايكروسوفت اوفيس. مايكروسوفت اوفيس عملت لنا حزمة من البرامج المكتبية. البرامج دي فيها تولز، ادوات بتسهل لنا عمليات انتاج الشغل المكتبي والوثائق الإلكترونية وكل ما من يتعامل مع الأدوات والبرامج المكتبية. طيب ليه تطبيقات مايكروسوفت أوفيس فرضت نفسها في جميع المجالات اللي احنا ذكرناها، الصناعية والزراعية والطبية والعسكرية إلى آخره؟ ليه؟ قالوا لنا إن
تطبيقات مايكروسوفت اوفيس دي اصبحت من ضمن متطلبات سوق العمل. في شهادة تمنح لمن يجيد استخدام تطبيقات مايكروسوفت اوفيس اسمها شهادة الاي سي دي ال. شهادة الاي سي دي ال دي تعني الرخصة الدولية لاستخدام برامج الحاسب الآلي اللي هي تطبيقات مايكروسوفت اوفيس. الرخصة دي أصبحت فعلا من ضمن متطلبات سوق العمل، ولا نخص فقط سوق العمل الخاص بالتجارة أو بالشغل المكتبي، جميع مجالات العمل سواء قلنا الزراعي الصناعي الطبي أي مجال لازم يدخل فيه استخدام الكمبيوتر بتطبيقات مايكروسوفت أوفيس. اي مستخدم بيحتاج ان هو يكتب ورقة بخط الايد وبورقة عادية جدا، لازم هيجي عليه وقت من الاوقات ان هو يحول هذه الورقة الى وثيقة الكترونية، لان طبعا تنسيق الوثيقة الالكترونية وسهولة قراية الخطوط اللي خاصة بالتطبيقات مايكروسوفت اوفيس بتسهل عملية استخدام الوثيقة، وما يكونش في عائق، لا انا مش عارف اقرأ الخط، لا اصل الخط صغير، لا اصل الوثيقة دي غير معدة بشكل نظامي وبشكل يسهل تداولها به. فلذلك اصبح زي ما قلنا من متطلبات سوق العمل إجادة استخدام تطبيقات المكتبية لميكروسوفت أوفيس. ميكروسوفت أوفيس عملت لنا حسبة البرامج دي وأتاحتها للمستخدمين، سواء إن هي موجودة على أقراص ممغنطة اللي إحنا بنسميها السي دي، أو ممكن إن أنا آخد نسخة منها من خلال الفلاشة وابتدي إن أنا أنزلها على الجهاز الحاسوب بتاعي أو لابتوب أو كمبيوتر عادي. بتنزل البرامج دي كلها كده، بنسميها حزمة ليه؟ علشان كلها بتنزل كده مع بعضيها في فولدر، فولدر مكتوب عليه مايكروسوفت أوفيس، وجنب كلمة مايكروسوفت أوفيس بيديني حاجة اسمها الإصدار أو رقم النسخة أو ما يميز هذه النسخة، لأن مايكروسوفت بتنتج باستمرار نسخ حديثة ومستحدثة. ببتدي أنا بفتح الفولدر ده واختار التطبيقات اللي يناسبني في إنتاج الوثيقة اللي أنا عايزها. طيب مايكروسوفت أوفيس ليه بتصدر إصدارات مختلفة من التطبيق؟ يعني أنا متعودة على شكل التطبيق ده، أنا بفتحه شكل الشاشة مألوف بالنسبة لي، مكان الأيقونات موجود في المكان اللي أنا عارفاه، عايزة أنفذ مهمة معينة عارفة التولز بتاعتها، ببتدي بتجه للماوس للتولز دي وأنفذها. أفاجأ إن مايكروسوفت عمل التطبيق أحدث، هو نفس التطبيق بنفس الاسم ولكنه يحتوي على أدوات حديثة أو إضافات مايكروسوفت عملتها. بعض المستخدمين لهذه الحزمة يقولوا لا احنا اتعودنا على الشكل القديم، احنا مش هنستخدم الإصدار الحديث ده، انا متعود في شغلي على شكل شاشة البرنامج وعلى التولز بتاعته وانا مستريح في هذا الشغل. طيب نرجع تاني لسؤالنا، هي ليه مايكروسوفت بتحدث وبتغير وبتضيف وبتزود حاجات موجودة بتوجدها داخل أي تطبيق عندها؟ مايكروسوفت بتعمل حاجة اسمها دراسة سوق، في عندها متخصصين بينزلوا يقابلوا المستخدمين للتطبيقات بتاعتها وتقعد معاهم زي أي شركة بتحاول ان هي تحسن من المنتج بتاعها عشان المنتج بتاعها يستمر وما يجيش عليه وقت خلاص يبقى حاجة قديمة والناس تبتدي تدور على حاجة احدث، لا هي بتحافظ على المنتج بتاعها فبتبتدي ان هي تحدث. بتنزل الناس دي ياخدوا اراء المستخدمين
ويبدأوا يسجلوها عندهم. قعدوا مع مستخدم، المستخدم قال والله أنا محتاج أداة جديدة من خلالها أقدر أنفذ مثلا مهمة معينة مش موجودة دلوقتي، زي ان انا اسحب صوره من على سكانر وابتدي اظبطها بطريقه معينه. انا يعني الاداه دي هي موجوده ولكن مش بشكل احترافي، تخليني انتج وثيقه انا راضي عنها. فيبتدوا ان هم يسجلوا ايه المتطلبات بتاعه المستخدمين اللي هم مندوبين شركه مايكروسوفت اللي نازلين يشوفوا اراء المستخدمين في المنتج بتاعهم. سجلوا من كذا مستخدم المتطلبات والاضافات اللي هم عايزين يضيفوها في البرامج بتاعتهم علشان تنتج لهم وثيقة هم راضيين عنها. زي ما قلنا يبدأوا الناس دي ترجع لشركة مايكروسوفت وتقعد مع المبرمجين، تقعد معاهم تبتدي تشرح لهم المستخدم عايز ايه، ايه الاضافات اللي المستخدم طالب ان هي تضاف لهذه البرامج. المبرمجين دول بيبتدوا ينفذوا رغبات المستخدمين. والله انتوا عايزين في برنامج مايكروسوفت وورد الاداة 1 2 3، احنا هنحط لكم هذه الاداة. انتوا عايزين التطبيق لما بتفتحوا بتظهر الايقونات بشكل مختلف عن الشكل اللي احنا حاطينه فيها، او بترتيب معين، او بطريقة عرض معينة، يبتدوا يلبوا رغبات العملاء في هذه النقاط بحيث ان المستخدمين يبقوا راضيين عن المنتج اللي هم بيستخدموه اللي هو تطبيقات مايكروسوفت اوفيس. طيب زي ما قلت لكم، انا كمستخدم جيت دلوقتي قلت لا انا التطبيق الحديث ده خلاص مايكروسوفت اصدرت التطبيق ونزلته في السوق والناس ابتدت ان هي تاخده وتنزله على الاجهزه عندها. في ناس بتحب على طول تستخدم الحديث حتى لو كان هم اتعودوا على اصدار معين من التطبيق، لا هم عايزين ان هم على طول يبقوا بيستخدموا الاحدث، لان احنا زي ما احنا عارفين التكنولوجيا مش هنقول كل يوم، ده كل ساعه، كل ساعة بيحصل فيها جديد وبتتحدث وبتظهر تطبيقات بتلبي رغبات المستخدمين في جميع المجالات. طيب أنا دلوقتي بستخدم التطبيق القديم ده، لقيت إن أنا بصيت على التطبيق الحديث قلت لا أنا مش محتاجاه، هبتدي إن أنا هتعامل مع التطبيق اللي أنا شغال عليه. نزل تطبيق احدث مايكروسوفت بعديها بسنتين ثلاثة نزلت اصدار احدث، زي ما قلنا هي نفس حزمة البرامج بنفس مسمياتها ولكن اصدارات احدث، وانا لسه بستخدم التطبيق القديم. بعديها بكام سنة تاني نزلت تطبيق احدث. تعالوا نشوف بقى ايه الاثار السلبية اللي هتترتب على المستخدم اللي هيقف مكانه ويقول انا مش هستخدم غير التطبيق الاصدار اللي انا متعود عليه ده اللي عدى عليه 3 4 تحديثات من مايكروسوفت اوفيس. اول حاجة، لو المستخدم ده اتحط في ظرف ان هو يكون في مكان عمل والطلب منه ان هو يعدل المستند هو كاتبه، وجي يفتح الجهاز اللي هيستخدمه لقى تطبيق حديث، هيعمل ايه؟ هيقول يا جماعة انا مش عارف اتعامل مع النسخة الحديثة دي، انا عايز الجهاز بتاعي اللي عليه النسخة اللي انا متعود عليها اللي هي تعتبر في الوقت الحالي عدى عليها 5 6 7 سنين وتحدث بعدها تحديثات كتيرة. هيقولهم لا انا مش عارف استعمل النسخة دي، انا عايز النسخة اللي على جهاز. ما ينفعش اكون انا مستخدم للتكنولوجيا وأقع في المشكلة دي. أنا كيوزر متمكن ومعايا الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي الاي سي دي ال، صحيح أنا خدتها وقت ما كان الإصدار مش هو الإصدار اللي بنتعامل معاه دلوقتي، ولكن دي إجازة ليا إن أنا أقدر أستخدم أي إصدار حديث. فما ينفعش انا كمستخدم اقول لا انا ما اقدرش وما بعرفش استخدم التطبيق ده، انا عايز اشتغل على التطبيق القديم بتاعي. دي اول نقطة. تاني نقطة في السلبية اللي هتعود عليا، ان انا لو جيت الاصدار الاحدث على طول قلت لا مش هستخدمه، اللي بعديه اللي بعديه، فاتني كذا حاجة، فاتني عدة اضافات اضافتها مايكروسوفت،
فلو اجبرتني الظروف ان انا اتعلم، هلاقي الدنيا واسعة مني جدا، وفي تولز كتيرة انا مش عارفها، وفي اضافات كتيرة جدا اضافتها مايكروسوفت وانا ما استخدمتهاش، فهيكون الموضوع صعب بالنسبة لي. لكن لما اتعلم الاحدث باستمرار الموضوع هيكون بسيط، والفرق والفروقات اللي اضافتها اضافها المبرمجين لمايكروسوفت اوفيس بسيطة، واقدر ان انا اتعامل معاها وابتدي ان انا انفذ منها المهام بتاعتي. يبقى لازم انا اكون على دراية بما هو مستجد. طيب افرض انا اتعاملت مع النسخة الحديثة وشفت التولز بتاعتها، بس قلت لا انا هستخدم النسخة بتاعتي، مفيش مانع، ولكن ابقى على دراية. لو اتحطيت في ظرف ان انا استخدم النسخة اعرف اتعامل معاها، ولكن النسخة القديمة والله هي مريحة ليا، بقى بنجز منها شغلي وبتوفر عليا وقت وجهد، وخلاص عينيا وايديا خدت على استخدامات التولز الادوات بتاعتها، مفيش مانع. ولكن ما كنش مهمل ان انا اطلع على الحديث واعرف استخدمه، لو اضطرتني الظروف اكتب ورقة، اطبع ورقة، انسق ورقة، ابقى عارف الاستخدام الامثل للنسخة الحديثة. وانا بنصح بان احنا ما نهملش ان احنا نتعرف على الاصدارات الحديثة، لان انا بكتشف ان هي فيها ادوات انا كنت بفكر اعمل او انتج وثيقة الكترونية، بس انا مش لاقي الاداة، مش عارف ازاي استخدم اللي انا عايزه ده واطبقه او انفذه على ورقة بكتبها على الكمبيوتر. فاذا انا بكتشف النسخة الحديثة الاقي الحاجة اللي انا كنت بدور عليها، وكانت معطلة شغلي، وكنت بعمل كذا خطوة واحاول ان انا اوفق شغلي علشان يطلع بالشكل اللي انا عايزاه. لا، ده هي مايكروسوفت لما عملت دراسة السوق ونزلت وشافت متطلبات المستخدمين لهذه البرامج، هي عرفت ان في مستخدمين محتاجين أداة معينة تسهل لهم عمل مهمة معينة بيشتغلوا بيها على وثيقة إلكترونية. فدي حاجة بتبقى في صالح المستخدم، ما خدهاش على انها ان هي بتعجزني او حاجة بتخليني اتعطل في انجاز مهمتي. لا، هي موضوع دراسة النسخة الحديثة مش بتبقى صعبة، وبس هي محتاجة ان احنا نركز فيها ونفتح التطبيق ونفتح الادوات ونجرب مرة واثنين وثلاثة لغاية ما نتقن الاستخدام. طيب تعالوا نتكلم بقى بعد ما عرفنا ليه مايكروسوفت بتنزل اصدارات حديثة، وبعد ما عرفنا ليه احنا لازم نتعلم التطبيقات دي علشان هي مطلوبة في سوق العمل، تعالوا بقى نتعرف ايه هي التطبيقات دي. قالولنا ان احنا وفرنا لكم حزمة او مجموعة من التطبيقات هتسهل شغلكم في الحياة اليومية. تعالوا نتعرف على تطبيق تطبيق ونشوف كل تطبيق ايه مجالات استخدامه في حياتنا ومجال عملنا. اول حاجة تطبيق مايكروسوفت اكسل. مايكروسوفت اكسل ده قلنا ان هو هيساعدكم في العمليات المحاسبية، هو برنامج محاسبي. جميع العمليات الحسابية اللي انا بجريها بشكل ورقي على مستند ورقي، واللي انا بحسب ارقامها، بيكون معايا كولكوليتور، آلة حاسبة يعني، واقعد ان انا احسب الارقام واسجلها عندي في الوثيقة الورقية، برنامج الاكسل ده يقدر يعمل لي هذه المهام. لما باجي اعمل في الدفاتر المحاسبية الميزانية، حساب الارباح والخسائر، حساب المتاجرة، دفتر اليومية، دفتر الاستاذ، كل دي وثائق برنامج الاكسل بينفذها من خلال شيت الاكسل اللي موجود في البرنامج. كمان بيحتوي على حاجة اسمها الصيغ والدوال والمعادلات. المعادلات انا ممكن ان انا انفذ معادلة زي نفس المعادلة اللي انا بنفذها بالشكل الورقي، برنامج الاكسل اللي بيعملها عن طريق دوال مخزنة داخل البرنامج بتسهل لي عملية الشغل من خلال شيت الاكسل الموجود داخل البرنامج.
وهنتطرق بالتفصيل لما نتكلم عن برنامج مايكروسوفت إكسل عن طريقة استخدام هذه المعادلات والصيغ والدوال. ده أول برنامج عندي في مايكروسوفت أوفيس. تاني برنامج أو تاني تطبيق مايكروسوفت أكسس. برنامج الأكسس ده أو تطبيق الأكسس ده بيستخدم من أجل عمل العمليات الحسابية على البيانات الكبيرة. بيعمل قاعدة بيانات من خلاله أقدر أسجل قاعدة بيانات. قاعدة البيانات دي مش هسجلها وبس، ده أنا ممكن إن أنا أعمل لها جداول وأعمل ربط بين الجداول وبعضيها، أعمل فرز، أعمل تصفية، أقدر أعمل عمليات حسابية ومنطقية على هذه البيانات. وبيستخدم أكتر برنامج الأكسس في الكنترولات اللي بتظهر نتيجة الطلبة. طيب برنامج الأكسس طبعا زيه زي البرامج الخاصة مايكروسوفت أوفيس، بقدر أعمل عليه جميع العمليات من كتابة ومن طباعة ومن تنسيق إلى آخره زي ما هنشوف في الجزء العملي. البرنامج الرابع عندي برنامج مايكروسوفت باوربوينت. برنامج مايكروسوفت باوربوينت ده من البرامج تستخدم لإنتاج العروض التقديمية، أي الاسم الشائع ليها البرزنتيشن. من خلال البرنامج بقدر أسجل الداتا بتاعتي على سلايد أو الشرايح. البرنامج ما فيهوش صفحات زي برنامج الوورد ومش شيت زي الإكسل، لا ده عبارة عن سلايد شرايح. كل شريحة بقدر أسجل فيها الداتا بتاعتي، أدرك فيها صورة، أحط فيها فيديو، وفي النهاية بيبقى عندي عرض تقديمي بريزنتيشن، ممكن حتى أحوله الفيديو وأعرضه في قاعة عرض لو أنا بتعامل مع جمهور، بشرح بيانات، بوضح داتا، أي لقاء مع جمهور وعايز أعرض بيانات بشكل ممتع وبشكل شيق، وان اللي قاعد يتلقى المعلومة ما يحسش بملل وزهق من ان عمال اقول ارقام واقول معدلات، لا بيبقى في نوع من انواع الحركة على السلايد الشرايح دي بتجذب المشاهد. ممكن بيبقى في مثلا فيلم وثائقي، عرض تسجيل لشيء معين، فابتدي اعرض على المشاهدين. وطبعا لما باجي بعرض البرزنتيشن بيكون بحاجة اسمها الداتا شو، دي برضو مستحدث تكنولوجي عندنا. الداتا شو دي بتكبر العرض، يعني بدل ما يبقى مساحة العرض هي مساحة شاشة الكمبيوتر او اللابتوب، مساحة العرض بتبقى شاشة كبيرة بعرض الحائط، وببتدي اعرض البرزنتيشن انا نفذته على مايكروسوفت باوربوينت. طيب تعالوا نشوف التطبيق آخر من تطبيقات حزمة برامج مايكروسوفت. في عندي مايكروسوفت أوتلوك. بيطلق على مايكروسوفت أوتلوك إن هو سكرتير شخصي للمستخدم. يعني إيه سكرتير شخصي؟ أنا لما بقعد على المكتب، رحت عملي وقعد على المكتب، بيبقى في عندي على المكتب أجندة. الأجندة دي من خلالها أنا ببتدي أسجل المواعيد بتاعتي، الملاحظات بتاعتي، اي شيء انا عايزة اتذكره بيبقى موجود عندي نتيجة. النتيجة دي بيبقى متسجل عليها الايام والتواريخ، نتيجة زي اي نتيجة عادية. طيب ايه موجود عندي على المكتب؟ دفتر التليفونات متسجل فيه اسامي التليفونات اللي انا بحتاجها بشكل يومي. نفس الحكاية برنامج الاوتلوك، هو موجود عليه نفس التولز دي، نفس الادوات دي، ولكن بشكل الكتروني. موجودة الاجندة، في اجندة عندي ومتقسمة اقدر اسجل فيها، اكتب فيها. انا كمان لو عندي ميعاد ممكن اعمل له اداة تنبيه زي بالظبط جهاز الموبايل بتاعي، لما انا بكون مثلا عايزة اظبط الاليرم اللي هو المنبه علشان يديني اشعار او يرن في الوقت المعين، وكمان في اليوم المعين
وكمان في الساعة المعينة بالظبط. الأجندة دي أنا ممكن أعمل فيها كده وأظبط ميعاد معين وأطلب من الأوت لوك إن هو يحط لي أداة تنبيه تنبهني بإصدار صوت لما يجي الميعاد اللي أنا مسجلاه. كمان في زي ما قلنا التقويم أو النتيجة بيحدد لي فيها بقى أيام الشهور بتبقى قدامي بشكل يومي، بقدر بضغطة بالماوس أو بضغطة على الكيبورد بجيب الأيام السابقة أو اللاحقة اللي فاتت أو اللي جاية وابتدي أظبط شغلي عليها. في كمان اللي هي قلنا عليها أجندة الأرقام أو فهرس الأرقام، التليفونات ببتدي أسجلها على الأوت لوك بشكل إلكتروني. ده في حاجة جميلة كمان، أنا لو وصلت تليفون بجهاز الكمبيوتر ووصلته من خلال الأوت لوك، أنا ممكن أطلب الأرقام دي من خلال الجهاز الكمبيوتر، أرسل مكالمات واستقبلها. كمان لو انا موصله سماعه هاند فري وابتدي اسمع بيها، اطلب منها ارسل واستقبل المكالمات. فعشان كده بنقول ان الاوت لوك ده هو بمثابه السكرتير الشخصي للمستخدم، بينظم له اعماله، بينظم له مواعيده، بينظم له اتصالاته، فهو كده هو بيسهل شغله وبيوفر عليه وقت كتير. تعالوا نقول مع بعض الحزمة كان فيها ايه؟ حزمة برامج مايكروسوفت اوفيس، مايكروسوفت اكسل، مايكروسوفت اكسس، مايكروسوفت باوربوينت، مايكروسوفت اوتلوك. تعالوا بقى نتكلم عن مايكروسوفت بابليشر. مايكروسوفت بابليشر ده برنامج الناشر. الناشر ده بيعمل ايه؟ ده بينتج برضه وثائق الكترونيه، بس مين اللي بيستخدمه بشكل اكتر؟ المستخدمين اللي بيشتغلوا في مجال النشر ومجال الكتابة، سواء في المجلات سواء في الكتب المنشورة، ده بيسهل لهم شغلهم كتير. وبيبقى فيه حاجة بنسميها فورمس أو اسطمبة أو شكل جاهز لشكل الببليشر اللي هو عايز يستخدمه. مايكروسوفت حطت قوالب أو فورمس كتيرة ممكن من خلالها يختار الفورمز أو القالب اللي يناسب شغله ويعدل عليه ويبتدي إن هو إيه ينشر الشغل بتاعه. تعالوا نشوف التطبيق برضو من ضمن تطبيقات مايكروسوفت أوفيس، تطبيق مايكروسوفت فرونت بيج. مايكروسوفت فرونت بيج ده من البرامج برضو الجميلة جدا اللي نزلتها مايكروسوفت. ده بيعمل ايه؟ اظن ما فيش حد فينا ما دخلش على موقع الكتروني من خلال الموبايل او من خلال اللابتوب وتصفح مثلا الموقع ده بينتج مثلا ايه منسوجات مثلا يدوية، ده بينتج حقائب جلدية، ده بينتج ملابس. الناس اللي بتعمل في هذه المجالات او بتنتج هذه المنتجات بيبقوا عايزين يعملوا ترويج وتسويق لمنتجاتهم دي، فعلشان يجذبوا العميل فلازم يعرضوها من خلال بيئة عرض جذابة. بيئة العرض الجذابة دي بنسميها المواقع الإلكترونية. المواقع الإلكترونية دي بيبتدوا ينزلوا فيها منتجاتهم، تبص تلاقي فيه حركة في المنتج، المنتج ليه كذا صورة، بيفتح لك المنتج ويبين لك شكله من جوه عامل ازاي وايه الاضافات الجديدة اللي اتضافت على المنتج. كل ده بيوفرها الموقع بالادوات اللي انا استخدمتها عشان انتج الموقع ده. طب حد هيسألني يقول لي هو انا كمستخدم عادي بسيط بستخدم الوورد، بستخدم الاكسل، بستخدم الباوربوينت، هل ممكن اعمل موقع الكتروني من خلال تطبيق مايكروسوفت فرونت بيج؟ اقول له تقدر. مايكروسوفت فرونت بيج في تولز بسيطة جدا، زي ما استخدمت الوورد والاكسل هتقدر تستخدمها وتتعلمها تنتج موقعك الالكتروني. طبعا احنا كلنا عارفين ان المبرمجين المختصين بصناعة المواقع الالكترونية وانتاجها اجورهم بتبقى مغالة فيها شوية، لان هم فعلا شغلهم بيبقى صعب وهم اصلا بيتعاملوا مع فئة بتتاجر او بتسوق لمنتجاتها، فلذلك بيبقى تكلفتهم عالية. انا
ممكن ان انا اقلل او ان انا اوفر هذه التكلفة، وابتدي انا بنفسي انتج موقعي الالكتروني اللي من خلاله اعرض المنتج اللي انا بتعامل فيه، سواء كان سلعة، سواء كانت خدمة، سواء كانت فكرة اروج لها، وانتج موقع بشكل احترافي وبشكل جمالي وفيه تأثيرات وفيه حركة. وكل ما هتعلم الفرونت بيج اكتر، كل ما اضيف للموقع ده واحسنه واظهره بالصورة اللي انا اتمنى ان موقعي يكون عليها، لان ده طبعا بيجذب العميل وبيخليه عنده سهولة، في سهولة ان هو يتفرج على المنتج بتاعي. يبقى احنا كده اتعرفنا على التطبيقات الخاصة بميكروسوفت اوفيس، وعرفنا استخدام كل تطبيق وايه هي مميزاته وايه هي مجالاته ومين اكتر فئة بتستخدم كل من هذه التطبيقات. يعني مثلا تعالوا نشوف حد مثلا عايز يكتب، حد بيقول لي انا عايز برنامج اتعلم فيه الكتابة، خلاص يبقى انا هقول له كده استخدم مايكروسوفت وورد. طب ما هو برنامج الببلشر بيكتب برضه. لا، برنامج الببلشر قلنا خاص بالكتاب والناشرين، هيفيدهم اكتر، في تولز اكتر. هم صحيح ممكن يستخدموا مايكروسوفت وورد، ولكن احنا بنحب البرنامج او التطبيق اللي المستخدم بيستخدمه يخدمه اكتر في التخصص بتاعه. ليه؟ لان هيلاقي فيه كل التولز، الادوات اللي هتسهل له شغل. آخر تطبيق هنتكلم عليه النهاردة في حزمة برامج مايكروسوفت أوفيس هو برنامج مايكروسوفت وورد. ده لا يعني إن اللي احنا ذكرناهم دول هم فقط التطبيقات اللي موجودة في حزمة برامج مايكروسوفت أوفيس، لا، هو في تطبيقات كتيرة جدا، بس احنا ذكرنا لكم التطبيقات الشائعة أو الأكثر استخداما بين المستخدمين. هنتكلم دلوقتي عن تطبيق مايكروسوفت وورد. مايكروسوفت وورد ده يعتبر أشهر برنامج كتابي، تكاد لا تخلو أي منظمة أو مؤسسة أو هيئة أو حتى على المستوى الشخصي شخص لم يستخدم برنامج مايكروسوفت وورد. طالما أنا زي ما قلنا في مستند أقدر أكتبه بالقلم والورقة، يبقى معنى كده ان انا مقدرش استغنى عن برنامج مايكروسوفت وورد. طيب تعالوا نشوف استخدامات برنامج مايكروسوفت وورد. زي ما قلنا ان هو برنامج لانتاج الوثائق الالكترونية وكتابة النصوص. البرنامج ده مين بيستخدمه؟ مش احنا قلنا ان كل برنامج ليه فئة معينة من المستخدمين بيبقى افضل لهم استخدام برنامج دون الاخر. طب مين اللي بيستخدم برنامج مايكروسوفت وورد؟ قال لنا العمال، حتى العامل اللي بيشتغل في مصنع هو مش هيحتاج يكتب ورقة، اكيد هيحتاج يكتب ورقة، يبقى هيستخدم برنامج مايكروسوفت وورد. الطالب لما بيطلب منه المعلم تكليف معين يعمله، هل هيكتبه بخط الايد ولا افضل يكتبه بشكل الكتروني منسق؟ بالتأكيد شكل الكتروني منسق. المهنيون، اي حد في اي مهنة، اي صاحب مهنة اكيد بيحتاج يكتب مستند ورقي، اقل شيء ان هو هيقدمه لجهة حكومية، لجهة معينة، اي جهة، هيئة، منظمة، كل المستندات اللي بتتعامل مع هذه الهيئات والمؤسسات لازم تكون مكتوبة بشكل ورقي بشكل إلكتروني. فدول من المستخدمين. الكتاب، أي حد بيكتب أي وثيقة بالطبيعي إن هو يكتبها بشكل منظم وبشكل إلكتروني. يبقى عرفنا مين الفئات وعرفنا ان اغلب الفئات بتستخدم برنامج مايكروسوفت وورد، لان لا غنى في اي فئة او في اي مجال ان هو يكتب وثيقة الكترونية بشكل منسق وبشكل يراعي التنسيق اللازم في كتابة الورقة.
طيب الأدوات الخاصة ببرنامج مايكروسوفت وورد، إيه هي الأدوات الخاصة؟ أدوات الكتابة، برنامج مايكروسوفت وورد بستخدمه طبعا في الكتابة. طيب هل إحنا كمستخدمين للغة العربية مش هنكتب غير باللغة العربية بس؟ لا، طب ما أنا أحيانا بكتب مستند بيبقى لازم أضيف مثلا كلمتين in English أو كلمتين بلغة أخرى، المستند يتطلب ذلك، فهل مايكروسوفت وورد أتاحت هذه الإمكانية؟ بالتأكيد بالتأكيد أتاحت إمكانية إن أنا أكتب بأي لغة متسجلة داخل أدوات مايكروسوفت وورد، بس إحنا غالبا بنستخدم اللغة العربية واللغة الإنجليزية، فده الاستخدام الشائع للغة. طيب التنسيق أتاح لي إمكانية إن أنا أنسق المستند بتاعي. أنسقه إزاي؟ إن أنا أظبط الصفحة بتاعتي، أنا والله محتاجة إن الصفحة دي يكون عرضها كذا، محتاجة إن يكون طولها كذا، لأن أنا لما هاجي هطبعها هحط الورقة اللي تناسب هذا التنسيق اللي أنا عملته على الورقة. عمل الجداول، وتعالوا نقف بقى هنا عند نقطة عمل الجداول. لما كنا بنكتب بشكل ورقي، انا بكتب مطلوب مني ان انا اعمل تقرير او ان انا اكتب بيان مكون من 3 4 صفحات، من ضمن الثلاث اربع صفحات دول تسطير جدول وانشاء جدول في جوه الصفحات دي. الجدول ده مكانه ممكن يكون في الصفحة الثانية في الصفحة الثالثة من المستند اللي انا بكتبه او من التقرير اللي انا بكتبه. بعد ما سطرت الجدول، احنا دلوقتي بنتكلم على انا بكتب التقرير بشكل ورقي، معايا ورقة متسطرة ومعايا قلم وببتدي ان انا اكتب التقرير. جه الجدول، رحت مسكت المسطرة كده وقعدت سطرت الجدول، وانا بكتب البيان اللي انا عايز اكتبه جوه الجدول اتضح لي ان المسافة في الجدول صغيرة، الحيز ما بين خط الجدول والخط التاني صغير، الكلام ممكن يخرج بره الحد بتاع الجدول، فهضطر اعمل ايه؟ همسك الورقة اقطعها واعدها تاني علشان ابتدي اكتب اعمل جدول بشكل صحيح. طب انا كده هو مش انا ضيعت وقت، ضيعت جهد، هضطر اعيد شغلي من الاول وابتدي اكون غير راضية عن الشغل اللي انا عملته. طيب تعالوا نشوف بقى هذا المثال، انا اديتكم المثال الصغير ده وده اصغر حاجة ممكن تبين الفرق بين المستند الورقي والوثيقة الالكترونية. تعالوا بقى برنامج مايكروسوفت وورد اتاح لي ان انا ممكن اعمل جدول على الصفحة. اعمل جدول على الصفحة يعني ايه؟ يعني انا همسك مسطرة وقلم رصاص وعلى شاشة الكمبيوتر او اللاب واقعد اسطر جدول؟ لا طبعا، هو مش بالوصف ده. هو فيه تولز، اداة الوورد وفرها لي، ان هو من خلال ضغطة واحدة على الماوس او ضغطة واحدة على الكيبورد اقدر ادي الامر بتسطير جدول. ديت الامر بتسطير جدول، هبص الاقي على الوثيقة الجدول اتسطر عندي وبقى موجود. طب تعالوا بقى نشوف المشكلة بتاعت الخانات اللي الكتابة ما بتكفيهاش. انا جوه دلوقتي خانة الجدول عايز اكتب بيان، البيان طلع واسع، عارفين الجدول هيعمل ايه؟ هو هيوسع لوحده. طول ما انا بكتب على الكيبورد هبص الاقي الجدول بيوسع، بياخد نفس المساحة بتاعت الكتابة، وده بيبقى نتيجة امر من خلال اداة موجودة في الوورد انا بدوس عليها وبضغط عليها وبعمل كليك عليها بالماوس، فبتبتدي تاخد لي تنفذ لي اللي انا عايزاه وتبتدي تخلي الكتابة الجدول يتسع مع اتساع السطور واتساع الكتابة. مهما كتبت، مهما ضيقت، مهما حذفت، هو الجدول بيظبط نفسه على المحتوى الكتابي اللي جواه. طيب قال لي ان الوثيقة الالكترونية في مايكروسوفت وورد ممكن احط فيها صورة. طب والله دي حاجة جميلة. طب تعالوا نشوف الاستخدام الامثل للصورة مثلا في مستند انا عايز اعمله.
الشهادات، الشهادات، شهادة الابتدائية، شهادة الإعدادية، شهادة الثانوية، الشهادة الجامعية، شهادات الدراسات العليا. دي أنا اديت لكم المثال ده لأن احنا كلنا بنتعامل بيه. عايزة أحط صورة على الشهادة. احنا كنا بنعمل ايه؟ كنا بنروح نتصور في الاستوديو ونقوم جايبين الصور من الاستوديو ونروح نديها للهيئة اللي طالبة الصور، وتبتدي ان هي ايه تاخد الصورة وتدبسها في الشهادة في مكان كده، في برواز كده في الشهادة، في اي مستند رسمي، في مكان كده فوق في المستند غالبا بيبقى على اليسار بيبقى مكتوب عليه كده الصورة. وبعد ما اصور من الاستوديو اجيب الصورة دي واديها للموظف او للمسؤول عن تجميع هذه الاستمارات، ويبتدي هو ايه بالدباسة يدبس لي الصورة. واحد، المستند ده انا ممكن انشئه على برنامج الوورد بنفس التصدير بتاعه، بنفس المحتويات الكتابية اللي جواه، بنفس كل حاجة فيه. اتنين، انا ممكن الصورة دي اسحبها الكتروني على جهاز الكمبيوتر بتاعي واحركها واحطها في المكان اللي المستند محدد فيه ان الصورة تتحط. طب الصورة دي انا هجيبها منين؟ الصورة دي انا هتصورها عادي وهسحبها بجهاز السكانر، ادي جهاز يعتبر جهاز الكتروني اهو اخر بتعامل معاه، ابتدي اسحبها على السكانر ده، او ان انا احطها على فلاشة، او ان انا احطها على الموبايل ومن خلال اليو اس بي انقلها على جهاز الكمبيوتر. في طرق عديدة جدا ان انا انقل صورة فوتوغرافية على جهاز الكمبيوتر بتاعي. طالما اوجدتها على جهاز الكمبيوتر بتاعي في اي مكان موجود عليه ممكن اخدها واحطها على المستند. هحطها ازاي؟ هحطها في حاجة اسمها تكست بوكس. تكست بوكس ده برضو أداة جوه برنامج الوورد بتساعدني ان انا انشئ التكست بوكس ده واحطه في المكان اللي انا عايزاه، واي محتوى احطه جوه التكست بوكس ده اللي هو بنسميه مربع النص ده بيبقى مستقل تماما عن المستند. يعني ايه مستقل تماما؟ هل هو هيبقى في حتة والمستند في حتة؟ لا، مش ده المقصود بان هو مستقل تماما، هو هيبقى موجود ولكن اقدر احركه بعيد عن المستند. يعني المستند ادواته والكتابه والاسطر بتاعته موجوده ما بتتاثرش بالصوره دي. مش احرك الصوره بص الاقي السطر نزل، احركها يمين الاقي الهامش بقى مش موجود او الهامش قل، لا هو بيبقى مستقل. ببتدي احرك الصوره في المكان اللي انا عايزاه واحطها بالظبط في المكان اللي هم عايزين الصوره تكون متواجده فيه. يبقى انا كده نفذت وثيقه الكترونيه بنفس المواصفات اللي موجودة في الوثيقة الورقية وكمان ضفت لها صورة. طب اجي اطبعها بقى، اجي اطبعها طبعا لازم يكون في برينتر الوان عشان الصورة تطلع بالشكل الطبيعي بتاعها. طبعتها بقى عندي دلوقتي افاضل بين اتنين، ادي وثيقة الكترونية ها عليها الصورة مش متدبسة، عليها الصورة ظاهرة كأنها مطبوعة جوه الوثيقة، ومعايا وثيقة تانية ورقية هي فيها بيانات مكتوبة على الكمبيوتر بس فيها بيانات برضو مكتوبة بخط الإيد، وفي نفس الوقت الصورة متدبسة. الصورة متدبسة ممكن إن أنا أفك التدبيسة والصورة تتشال، لكن الوثيقة الإلكترونية هي وثيقة جميع محتوياتها مكتوبة الكتروني وحتى الصورة مش متدبسة، الصورة ظاهرة كأنها داخل الوثيقة مش منفصلة عنها. فأنا لما حد يقول لي من إمكانيات برنامج مايكروسوفت وورد إدراك صورة، أنا مش آخد المعلومة كده على إنها إدراك صورة وخلاص، لا أنا أفكر إزاي أستغل الإمكانية دي في مشكلة بتواجهني وبتاخد مني وقت كبير جدا علشان انفذها. ابتدي اخد كل الامكانيات وكل الادوات وابتدي اوظفها بما يناسب شغلي وبما ان هو يحقق، بما ان هو يحقق الهدف اللي انا عايزاه من انتاج هذه الوثيقة.
طيب بعد كده هو بيعمل ايه تاني؟ برنامج مايكروسوفت وورد. خلاص خلصت وظبطت الوثيقة، اطبعها بقى، ابتدي ان انا اطبع الوثيقة بتاعتي. يبقى احنا النهاردة اتكلمنا عن تطبيقات مايكروسوفت اوفيس، وعرفنا كل تطبيق بستخدمه في ايه. التطبيقات دي مفيدة ليا جدا، بان ان هي توفر لي وقت وجهد اللي انا بستخدمه في انتاج الوثائق الورقية، ان هي بتساعدني على ان انا ما احتفظش بالاوراق وتبقى عندي مساحة تخزينية كبيرة جدا، واملأ اوض بمستندات ورقية عد عليها كذا سنة والورق اصفر وبقى شكله ما ينفعش ان انا اعتمد عليه كمستند رسمي، وتبقى الدنيا مش ماشية بما انا عايزاها انها تمشي عليه. برضو التطبيقات دي بتساعد متخذ القرار ان هو يتخذ قراره بسهولة وفي الوقت المناسب. مش انا مثلا عايزة اعمل اطلع مثلا عدد الطلبة مثلا اللي عندهم دور تاني في مادة معينة، ابتدي امسك الشهادات وافرزها شهادة شهادة، ده هياخد مني وقت كبير جدا. لكن انا لو اعتمدت على برنامج مايكروسوفت اكسس او مايكروسوفت اكسل، بضغطة واحدة هيطلع لي البيان ويخلي متخذ القرار يتخذ قراره بسهولة. أتمنى أن تكون وفينا في شرح استخدامات تطبيقات مايكروسوفت المتاحة لنا، والتطبيقات دي طبعا عرفنا أن هي بتساعدنا في إتمام شغلنا، سواء في الإكسل وزي ما قلنا بيستخدم في العمليات الحسابية، الأكسس بيستخدم في إنشاء قاعدة بيانات، الباوربوينت في إنتاج العروض التقديمية وإنتاج الفيديوهات، مايكروسوفت بابليشر بيستخدم في النشر، مايكروسوفت فرونت بيج وقلنا ازاي ان هو بستخدمه في انتاج الموقع الالكتروني بتاعي اللي من خلاله بعرض المنتج بتاعي سواء سلعة او خدمة او فكرة. كمان مايكروسوفت اوتلوك، وقلنا ان هو برنامج مساعد شخصي ليا او مدير مكتب ليا، بيساعدني بان انا انجز مهامي بكل دقة وبكل كفاءة، وما احتاجش ان انا يكون عندي سكرتير خاص ينظم لي مواعيدي، لا انا ممكن اعتمد على الاوتلوك في ان هو ينظم لي المواعيد. بعد كده هو طبعا اخر حاجة اتكلمنا عليها مايكروسوفت وورد، وطبعا قلنا ان التطبيقات دي مش هي كل التطبيقات اللي موجودة في الحزمة، لا ده فيه تطبيقات كتيرة جدا. اتكلمنا عن برنامج مايكروسوفت وورد وعرفنا ايه هي ادواته واهم ادواته، طبعا ما ذكرناش كل الادوات لان دي هنشوفها واحنا بنشتغل في الجزء العملي. طبعا قلنا ان مايكروسوفت وورد بيستخدمه جميع فئات المجتمع اللي بيتعاملوا مع الاوراق ومع الورقة والقلم، واللي هم بيكتبوا اي مكاتبات ورقية يقدروا ان هم يستخدموا برنامج مايكروسوفت وورد، وده هيشتغل معاهم بكفاءة وهينتج لهم وثيقة من احسن ما يكون من انتاجها بشكل يدوي. طبعا قلنا ان التطبيقات دي زي ما شفنا كده هو ليها فوائد عديدة، وبتنجز مهام وبتوفر عليا الوقت والجهد، وبتوفر على متخذ القرار ان هو ينتظر ان هو يجيله بيان عشان يتخذ من خلاله القرار. طيب التطبيقات دي مايكروسوفت اوفيس اللي منزلاها لنا في حزمة، زي ما قلنا وبنأكد كذا مرة على ان احنا لازم نكون على دراية باستمرار بالاصدارات الحديثة. مش شرط ان انا اشتغل بيها شغلي، ولكن اكون على علم بيها، اكون على علم بيها ان انا لو اضطرتني الظروف ان انا اكتب ورقة او مستند على اصدار حديث، زي ما قلنا ما اقولش لا انا ما بعرفش او انا ما عنديش فكرة عن الاصدار الحديث، لا انا هروح اشتغل على الاصدار القديم بتاعي، لا ما ينفعش الكلام ده. وبقع في مشكلة تانية كمان، لو انا مثلا معايا فلاشة عليها شغلي كاتباه على اصدار قديم، تمام كده هو، وبعد كده هو رحت ان انا عايزة اشتغل على جهاز كمبيوتر تاني لحد تاني، الجهاز التاني ده بيستعمل اصدار اقل من الاصدار اللي انا شغالة عليه، المستند بتاعي مش هيفتح.
وبذلك قلنا ان احنا لازم نراعي موضوع الاصدارات دي. اعزائي المشاهدين، سعدت بوجودي معكم، واتمنى تكون عامه الاستفاده من حديثنا عن تطبيقات مايكروسوفت اوفيس، والى اللقاء في حلقه قادمه باذن الله هنتكلم فيها بالتفصيل عن برنامج مايكروسوفت وورد بالطريقه العمليه. شكرا لكم.